الليمور. يعتبر الليمور من أقدم الرئيسيات التي عاشت على وجه الأرض، كما أنه يعتبر الرئيسيات الوحيدة التي تمتلك عيون الزرقاء بالإضافة إلى البشر. ويعيش حيوان الليمور في غابات مدغشقر بشكل أساسي، حيث لا يستطيع الليمور العيش خارج غابات مدغشقر أو في أي مكان آخر في العالم. هنالك أكثر من 100 نوع من حيوان الليمور التي تعيش في غابات مدغشقر، ويختلف حجمها اعتماداً على نوعها، حيث يصنف ليمور فأر مدام بيرث كأصغر ليمور في العالم، ويبلغ وزنه 30 غراماً فقط. ويعتبر ليمور أندري أكبر ليمور في العالم، ويبلغ وزنه أكثر من 9.5 كيلوغرام. وهناك بعض الأحافير التي تشير إلى أن هناك ليمور منقرض يبلغ وزنه 85 كيلوغرام. تعتبر أنثى الليمور هي المسيطرة على القطيع، ويقوم حيوان الليمور بالتداوي باستخدام الحشرات الموجودة في غابات مدغشقر، حيث يقوم بتناول الديدان للتخلص من الطفيليات المعوية والكثير من الأمراض الأخرى التي تصيب الجهاز الهضمي لديها، حيث تحتوي الديدان على مواد تعمل على قتل الطفيليات الضارة. تقوم الأم برعاية الصغار وحدها، ولا يشارك الذكر في رعاية الصغار. يتغذى على الفواكه التي تنمو في غابات مدغشقر بشكل أساسي، ولكن بسبب نقص الفواكه أصبح الليمور مضطراً إلى تناول أوراق الأشجار ولحائها للحفاظ على حياته. وهناك بعض من أنواع حيوان الليمور كبيرة الحجم والتي تتغذى على بعض أنواع الحشرات واللافقريات وبيوض الطيور والعناكب. على الرغم من قلة المفترسات الطبيعية لحيوان الليمور، إلا أنها تعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض بشكل كبير، وقد أدرجت جمعية حماية الحيوان الليمور في قائمته الحمراء في عام 2008 لشدة الخطر الذي يهدد حياتها، حيث تناقصت أعدادها بشكل كبير جدا بسبب قطع الأشجار والصيد الجائر للحصول على فرائها الباهظ الثمن. على الرغم من كون حيوان الليمور من الحيوانات الجميلة، إلا أنه لا يصلح كحيوان أليف إطلاقا لعدة أسباب. يعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض والتي لا تتكيف في المنازل، فهنالك احتمال كبير أن تموت من غير القانوني امتلاكه كحيوان أليف، حيث يعتبر حيوان باهظ الثمن، فمن الممكن أن يصل سعره إلى 10,000 دولار، وله رائحة كريهة جداً ويصدر أصواتاً مزعجة جداً، وخاصة في موسم التكاثر. يعد من الحيوانات البرية ولا يمكن ترويضه بشكل كامل، فمن الممكن أن يكون عدائياً تجاه بعض الأشخاص، ومن الممكن أن تنتقل الأمراض بين البشر والليمور. مع هذا انتشر في السنوات الأخيرة ظاهرة تربيته في المنازل بشكل كبير.